رئيس الحكام الإماراتي حمد المرزوقي، فقال لي ممنوع تلعب لحية. طيب رئيس الحكام الإماراتي حمد المرزوقي، فقال لي ممنوع تلعب لحية. طيب السبب ليش؟ قال هذا اتحاد دولي والقانون الدولي يمنع أنك تلعب لحية. طيب ليش ما خبرتون بالكويت؟ قال لي لا، أنا مخبر الكويت كيف الكويت، ما خبروك. وجاني اليوم بعد اللعب واعتذر مني اعتذار شديد، اعتذاري شديد للشعب الكويتي والجمهور، والله العظيم والله تمنيت أمثل الكويت في هذه البطولة وجهزت لها تجهيز طيب.